الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل ده؟ معقوله اللي قريته في الورق ده؟ ده كل امنيه من دول جريمه لوحدها. معقوله دي الطريقه اللي ولادي بيفكروا بيها؟ ويا ترى ايه في الامنيات الزباله دي بقى تبقى امنياتهم؟ طب وجميله اتمنت ايه يا ترى؟ ده غير صدمتي في ابويا وحماتي وحمايا. رحمتك يا رب. عزيز، ما تطفي المنبه الزفت ده او غير الرنه دي. معلش. ها شريف، ها صباح الخير يا ابني. فجري ايه اللي بصحيك منه؟ الساعه 6 دلوقتي. طبعا انت لا عندك عيال ولا متجوز، يا دوبك تصحى تروح على البنك على طول. المهم يعني يا ريت تبلغ لي مرضي النهارده. لا مفيش حاجه، شويه انفلونزا بس. الله يسلمك. ماشي، لو في اي حاجه بقى كلمني. سلام سلام سلام. ماشي، اديني خدت اجازه وهربيكوا واحد واحد. قولي لماما ان انا ما باكلش البيض كده. طب ما انا كمان ما باكلوش كده. وبعدين بتقولها انت وانا مالي؟ انا بكلمهاش. بقول لكم ايه، انتوا الاثنين الفطار كل يوم هيتعمل كده، نوع فول واحد، نوع جبنه واحد، نوع بيض واحد، اللي مش عاجبه يقوم يطبخ لنفسه. انا ما اتكلمتش، كريم هو اللي معترض. جود مورنينج يا كريم. جود مورنينج يا ياسمين. جود مورنينج دادي. ولا تحبوا نقول يا صباح البهجاجه؟ عبد العزيز، مش قلنا بلاش الالفاظ دي قدام الولاد؟ نفسي اطفش واسيب لهم البيت. نفسي ارجع الكار. نفسي اخليه اسعد واحد في الدنيا. امال فين الشكشوكه يا جميله؟ نعيده كمان مره، كل يوم الفطار هيبقى كده، نوع فول واحد، نوع بيض واحد، نوع جبنه واحد، اللي مش عاجبه يعمل لنفسه. امال يعني ازاي عايز انا ابقى اسعد راجل في العالم؟ وانا مالي انا يا عبد العزيز تبقى اسعد واحد ولا اتعس واحد؟ جرأ ايه؟ تبقى دي مش امنيتها، امال هتكون ايه يعني؟ نفسي الحمل يكمل المره دي. يا جميلة، ما كملتيش أكلك ليه؟ مش قادرة، ماليش نفس من الصبح وأنا نفسي غم علي. لا ما تكمليش ما تكمليش. ها هو أنا صحيح مش قادر على مصاريف كريم وياسمين، بس طبعا الحمد لله يا رب على كل اللي تجيبه. وهو لو بنت أسميها دلال عبد العزيز، ولو ولد يبقى أحمد عبد العزيز. ألو، صباح الخير يا جيهان. وانتي طيبة يا حبيبتي. بقول لك ايه، انا واخده النهارده عرضه، ممكن تخشي الحصتين بدالي وهردها لك يا ستي. ماشي. لا انا كويسه الحمد لله، بس عايزه اقعد في البيت امشي في خطه البحث عشان انزل بكره الكليه اسجل الرساله. طب بصي، انا عايزه اطلب منك طلب، ممكن لو حد من الولاد جه اوضه المدرسين ما تقوليلوش اني اجازه عشان انا مش قايله لعبد العزيز. اوكي ماشي، ميرسي يا حبيبتي، باي. حبيبتي سيب انت الاطباق، انا هلمها عشان تلحقي انت تروحي المدرسه. لا يا حبيبي، ما انا ما عنديش الحصه الاولى، ممكن تاخد الولاد توصلهم المدرسه في طريقك؟ لا ما انا برضو ما عنديش الحصه الاولى، خلي بالك. هو انت كمان في البنك عندكم حصص؟ لا مش حصص، يعني انا اصلي قبل ما اروح البنك هروح على الفرع الرئيسي، يعني عندي مشوار مهم جدا فمش هلحق. فخديهم انت بقى بتاكسي ووصليهم المدرسه. ها ايوه، وما توديهمش انت ليه يعني؟ انا مش فاهم. ما انا بقول لك يعني الفرع الرئيسي في ناحيه والمدرسه بتاعت الولاد في ناحيه ثانيه، فمش هينفع يعني. ما انا كنت عايزه استغل الوقت ده وانزل اجيب خزين الشهر من السوبر ماركت الصبح كده وهو رايق. انا عندي حل يا جماعه يريحكم كلكم. بما اننا عاملين مشكله، احنا ممكن نقعد النهارده من المدرسه. وحياه امك عبد العزيز، بلاش الالفاظ دي قدام الولاد. طب ايدك بقى يا مامي على 50 جنيه عشان نركب تاكسي للمدرسه. وحياه امك. شفتي، كلمه عاديه جدا بتتقال من الاباء والامهات لما عيالهم يبقوا لبط كده يعني. كل واحد فيكم ياخد 20 جنيه يصرف بيهم نفسه، روحوا بميكروباص او اي حاجه. ايه ده؟ لا طبعا،
مش هنزل انا ميكروباص قدام اصحابي. يا حبيبتي خلاص روحي ماشي وخشي عليهم في الحصه الثالثه. يعني انا مش فاهم انتوا عندكم مشكله نستحملها احنا ليه من المصروف بتاعنا؟ هي اصلا كلها 20 جنيه ما بتجيبش حاجه من الكانتين. ولا... لا سيب لي خلاص يا عبد العزيز انا بقى الطلعه دي. ال 20 جنيه يا حبيبي اللي مش عاجبينك دي يعني 600 جنيه كل واحد فيكم، يعني 1200 جنيه في الشهر من لحمنا الحي. اول مرتب لابوك في البنك كانت 600 جنيه. خدهم وجري على بيتهم بس ايده وشه وظهره وقعد يرقص طول الليل علي الضحكايه لحد ما جابوا له البوليس. يلا 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 تعالى على المدرسه بتاعتكم اتكلوا على الله اتكلوا على الله يلا يلا اتكلوا على الله. يعني كان لازم تقول لهم على الحكايه دي. علي الضحكايه علي الضحكايه علي محمد منير ده عليه اغاني. استنى 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 كده يا كريم امشي امشي جنبي امشي. في ايه بتخنفري ليه؟ بقول لك يا كريم انا مش طايقاك. انت رفضت تحط مصروفك على مصروفي وناخد تاكسي وركبت لك ميكروباص الحيوان ده. انا ما حطيتش مصروفك على مصروفي وما خدناش تاكسي وخدني ميكروباص الحيوان ده عشان مش مستغنى عن مصروفي. طب اتكلم عادل يا كريم. سلام هتقفي يا اسود. ياسمين كنت شافتني يا رب. ياسمين استخبي مني ولا ايه؟ هو ايه دينا ازيك؟ هو انا استخبى ليه يعني؟ يعني عشان الميكروباص اللي انت لسه نازله منه. لا طبعا انا كنت بس بس خلاص خلاص واضح ان الشخصيه اللي انت واخداها فيلم السقا شخصيه بنت غلبانه يعني بتركب ميكروباصات وكده فانت حبيتي تعيشي الدور يعني صح؟ ايوه بالظبط كده. طب يلا بينا بقى لحسن حاسه المسا تبدا. يلا يلا يا جميلة بقى انزلي عايزة اطلع ورق الامنيات ده واشوفه على رواقة. هو مستني ايه ده؟ ما ينزل عايز الحق اعمل خطة البحث قبل ما التتار يرجعوا من المدرسة. هو انت مش قلت نازل؟ انا خلاص اهو دقيقتين بس اخلص الجزمة بلمعها وهلبس ونازل على طول. انا كمان دقيقة ونازلة. تنزلي كده بالبيجامة تروح المدرسة بالبيجامة؟ هقوم البس يا عبد العزيز. وانت هتروح البنك بجزمتي؟ يعني ده انا بساعدك يعني عشان الحمل تقل حمل بقى زياده عليك يعني. غريبه جزمتها ازاي؟ ده انا بقالي اسبوع بلبسها. بنرحب بالساده المشاهدين في كل مكان. اهلا بيكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده هنقدم لحضراتكم طبق ظريف وخفيف. هنقدم فراخ مع لوك فور صوص. هنشوف مقاديرنا مع بعض. عندي صدور فراخ، بصل مفروم، ثوم مفروم، لبن، ملح وفلفل، زبدة، أنواع الخضروات. ومعنا اتصال تليفوني من القاهرة الأستاذ عبده. صباح الخير. صباح الخير يا شيف، إزيك؟ صباح الهنا، كل سنة وأنت طيب يا فندم. وأنت طيب يا حبيبي. أصل إحنا إمبارح كنا سهرانين عند بنت جميلة، وبنت جميلة دي معاها جوزها اللي اسمه زيزو، هو في الحقيقة مش اسمه زيزو، هو اسمه عبد العزيز، كلنا بقى بننده ونقول له يا زيزو يا زيزو، ما عدا مراتي بقى، مراتي سكينة دي أصلها ابن عمك حاجة كده يعني حما حما يعني، تملي إيه تقول له يا موكوس يا موكوس. معلش يا أستاذ عبده لو سمحت بتسأل علي عشان وقت البرنامج يا فندم. أنا بتصل بالبرنامج بتاعك ده من أيام ما كنت أنت فاشل مش موجود. كنت انت يا دوبك تشيف يا دوبك بتقشر بطاطس وتغسل الحلو والحاجات دي حتى. ايوه الو انا بتصل بيه طبعا. ايوه برنامج الطبيخ امبارح تسالني انا انا عايز اعمل مداخله ضروري. انا اسف جدا الخط اتقطع. طب انا استاذن حضراتكم ناخد فاصل وارجع لكم تاني. حتى بطوق الطبيخ مش عاوزيني اتفك معاهم. ايه ده ايه ده انت مش عارف انت بتكلم مع مين؟ طيب طيب من فضلك بعد ما يخلص الفاصل تدخلني على طول على الهوا بدل ما طاين عيشتك. اسمي اسمي مدام مدام سونيا من اسكندريه. ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. انا مدام سونيا من اسكندريه. صباح الخير. سلام عليكم يا فندم. انا كنت عايزه استفسر على حاجه. اتفضلي يا فندم. هي فوائد البنوك حرام ولا حلال؟ لا يا فندم ده برنامج طبخ مش توك شو. ايوه ايوه انا عارفه عارفه بس كنت عايزه اسال على حاجه كده. اصل في واحده صاحبتي عرفت ان جوزها عنده 250 الف جنيه في البنك عاملهم وديعة فهي كانت عايزه تعرف يعني يا ترى شو الصوت ده انا سمعته فين قبل كده؟ معلش يا مدام سمية انا كان نفسي افيدك حقيقي بس ده برنامج طبخ. سمعته فين يا عبده؟
سمعت فين؟ وفي هذه الواقعة أنشد الحجاج بن يوسف البيت القائل: إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. تعرف تشرح لي معنى البيت ده إيه يا كريم؟ لا. طيب اقعد وانا اشرحه لك. الحجاج كان بيقصد يا اولاد ان الراجل بيبقى راجل بنفسه، مش عشان ابوه راجل مهم وبيتحامى فيه. يعني يا مستر، اللي بيتحامى في ابوه ما يبقاش راجل. طبعا. طب بقى اللي بيتحامى في امه ده بقى بيقولوا عليه ننوس عين امه. طيب يا اولاد، اشوفكم بكره ان شاء الله، سلام عليكم. حلوه ننوس عين امه دي، قصف جبهه على ابوه. طب مش نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ خلاص يا جماعه محدش يضحك، عشان كيمو لو اتنرفز ممكن يجيب لنا ماما. انا بقى هوريك ننوس عين مامته هيعمل ايه. ولا 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 تعالى.